بخير، لاباس عليكم؟ صحة لاباس، نتمناكم كاملين تكونوا بخير. ايوا الاخوان، كيف ما عودناكم كيف ديما اننا نشارك معكم التجارب اللي كنعيشوها. كاينين بعض المغامرات اللي كاينين في المنطقة ديال مراكش، خصوصا في اقليم تحناوت اللي غادي نمشيو نزورو دابا، وغادي نشارك معكم التجربة هادي باش تعرفوا عليها اكثر في حالة اللي بغيتوا تجيو تستمتعوا بهذه المنطقة هادي. يلا نخليكم مع الفيديو وحنا شادين الطريق دابا. تحياتي لكم كالعادة. This and go. مرحبا بكم بلايكم. هاكم مرحبا بكم الاخوان. الناس تحناوش كي يرحبوا بكم وكيقولوا لكم جيو زوروا هذه المنطقه هذه ولا تستمتعوا بها. معكم واحد الصحراوي ساكن في منطقه توكال. اي مرحب بكم، مرحبا بالجنه ان شاء الله. شوفنا الحمد لله، الله ينصر سيدنا. اللهم امين يا رب، اللهم امين. شي معلومات تسجيل عليهم؟ والله يحفظنا من هذا الماضي، يحيدوا علينا ويحفظ الجامع. امين امين يا رب، امين يا رب، يا رب تزهر بلادنا وتحفظ لي جميع العيبات. هذه المستشفى العاصمه، هذا الجامع اللي هنا، مدرسه علميه، مدرسه ديال التعليم العاطفي، كيقراو فيها الشرعيه. والمنطقه الاخرى اللي قلت لي شنو فيها؟ هذه الصوره ديال اليهود. انتما جيو اصاحبي، جيو اجي تصور معنا. انتما شحال جمعنا وما تصوروش؟ كوفيد 18، شوف كوفيد 19، كوفيد 19. أراضي أمانار جات بعيدة على مراكش ب 37 كيلومتر على طريق أسني من نواحي تحنوت. الموقع اللي تشيد فيه هذا المنتجع هو موقع جد رائع، اللي جابين أحضان جبال الأطلس، واللي المساحة ديالو كتقدر بحوالي 120 هكتار. هذا المنتجع السياحي أو المكان الترفيهي إن صح الذكر كيحتوي على فندق اللي مصمم بطريقة بدوية زوينة، وكذلك مسبح ومقهى. والحاجة الأهم في هذا الشيء واللي كيتميز بها هذا المكان هي مجموعة من التحديات اللي كتختبر بها نفسك وتتغلب على فوبيا المرتفعات، كما أنك تقدر تمارس ركوب الخيل والرماية ومجموعة من الأمور الترفيهية. وبالنسبة للتجربة ديالنا اليوم غادي تكون في مغامرات باركور اللي الثمن ديالها 165 درهم بطبيعة الحال الشخص الواحد. ومن بين الشروط هو انك تكون فوق 12 عام وما تفوتش 110 كيلو، وتكون لابس حذاء ماشي صندالة من باب السلامة. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نعيشوا واحد التجربة في اراضي امانار اللي فيها واحد المغامرات اللي غادي تكون شيقة واللي غادي نشاركوها معكم كيف ديما. هذه المغامرات هذه اللي ما بين الجبال ديال مراكش ان شاء الله غادي تكون ممتعة كيف كنوعدكم ديما. Thank you.
رحم. تحياتي. تحياتي لك الخاصة. الله يحفظك. ورشانا. الله يكبر بك. مرحبا. المتعة المتعة. هاي هاي. تحياتي لك. بس. الباكور الثاني هذا يلا سير سير صح صح توسي 10% يا سعد ابراهيم الجمله سالكه الثانيه يا الحمد لله انا سالكه كل شيء سالك ان شاء الله شي سالك رحنا عينا الاولى دازت بخير والثانيه حتى هي دازت بخير نشوفوا الثالثه حتى هي كيفاش تدوز يلا يلا كملوا معايا كملوا معايا الفيديو I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Take a f***ing swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.